دلوقتي ميعادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهنتابع فيه كمان الإنجاز اللي عملوه فريق اليد لكرة فريق منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة. اتفضلي يا هلا. شكرا منا. منا يمكن احنا عندنا تفاصيل اكتر عن نشره رياضيه هنتابعها مع بعض دلوقتي، وهنبدا مع حضراتكم باهم الاخبار الرياضيه والمحليه والعالميه. بنبدا نشرتنا مع رابطه الانديه المصريه المحترفه اللي اعلنت عبر صفحتها الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي اختيار الثنائي محمد عبد المنعم مدافع فريق الاهلي وحسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك الافضل في مركز قلب الدفاع ببطوله الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. ونادي بيراميدز أعلن حصوله على خدمات لاعب وسط منتخب مصر مهند لاشين قادمة من صفوف نادي فيوتشر، ولم يذكر بيراميدز مدة تعاقد اللاعب صاحب 27 عاماً. والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحدث عن مسيرته مع النادي الأهلي بعد فوزه بجميع البطولات اللي شارك فيها، وقال مدرب الأهلي إن النادي هو أنجح نادي في أفريقيا ولديه أكثر من 60 مليون من الجماهير اللي بتعشق كرة القدم. منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2004 فاز على منتخب جزر الفارو بنتيجة 38-34 في الوقت الإضافي، وتأهل لنصف نهائي بطولة العالم المقامة في كرواتيا. زياد حشاد لاعب منتخب كرة اليد مواليد 2004 حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر وجزر الفارو اللي شهدت فوز المنتخب المصري وتأهله للنصف النهائي بطولة العالم. منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 19 سنة خسر من منتخب الدومينيكان بنتيجة 3-2 في إطار تحديد المراكز من 13-16 في بطولة العالم المقامة في المجر. منتخب ناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة خسر أمام نظيره البلغاري بنتيجة 3-2 في إطار تحديد المراكز من الخامس للثامن ببطولة العالم بالأرجنتين. أدم حاتم الجمال وضحى هاني لاعبا المنتخب الوطني للريشة الطائرة حصلوا على برونزية بطولة طاجكستان الدولية والمقامة خلال الفترة من 7-11 أغسطس الجاري. حصد الثنائي المصري الميدالية البرونزية في منافسات الزوج المختلط. ونادي ريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء تدريبات مدريد، ومن الممكن أن يغيب الحارس عن الفريق لمدة 9 أشهر.